وتولد على أرض كيمت أعظم جيش عرفه التاريخ. لم يعتدي ولم يغتصب أرض، ولكن بكل قوة وحزم دافع عن كيمت ضد أي معتدي. وعلى مدار التاريخ كان ولا زال الجيش المصري هو القوة الحامية لأرضنا، من أول غارات البدو على حدود أرضها وحاوطها الملك زوسر بأسوار تحميها، وكون أول جيش موحد لأحمس طارد الهكسوس وللإمبراطور تحتمس الثالث، أعظم ملوك وقواد العسكريين في التاريخ القديم، في معركته بمجده ضد الكنعانيين، ورمسيس الثاني وحربه ضد الحيثيين في قادش. وكل رجل شجاع حافظ على كيمت اسمه هيفضل خالد زي ما فضل آلاف السنين.